السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي. إن شاء الله سنتكلم في هذا الفيديو حول موضوع جد مهم يتعلق بالنصائح التي ستساعد المجتمع والأفراد على تجنب الاكتئاب عند المكوث في المنزل لفترة طويلة. اصنع روتينا معينا، يعني غير ملابسك صباحا، استحم، وضع لائحة من المهمات التي ستريد تنفيذها خلال اليوم. هذا الأمر سيخلق جوا من الفعالية والأجواء الروتينية التي كنت تتبعها في الأيام العادية. قسم يومك لأجزاء وفقا للمهمات التي عليك تنفيذها. اهتم بجسدك، احرص على تناول الطعام الصحي، خذ قسطا كافيا من النوم، ومارس الرياضة يوميا. ساعد الآخرين إن لم تكن مجبرا على البقاء في المنزل لفترات طويلة. أعرض المساعدة على كبار السن لإحضار المشتريات لهم أو في إنجاز المهمات الضرورية لهم. ابقى على اتصال باستخدام التكنولوجيا بشكل كبير، وابقى على اتصال مع عائلتك وأصدقائك كذلك وزملاء العمل بالمحادثة أو باستخدام الرسائل النصية. هذا كل شيء إخواني أخواتي الكرام. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تبخل علينا بالضغط على زر اللايك وزر الاشتراك مع تفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.